حل نيابي. بسم الله الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان وكل اوان ضد دور كلها امين. المفروض الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده يعني يا رب اعرف اتكلم فيه لان انا خايب قوي في الموضوع ده بالذات لان انا مش كده. وهو الموضوع زي ما اتبعت لنا عن الخادم الهادي او الهدوء في حياه الخادم. ومش عارف ازاي واحد مش هادي يجي يتكلم في الموضوع ده، بس يعني يمكن ربنا عايز يعلمه حاجه ويقول له حاجه النهارده يعني. تعالوا نتكلم كده عن ايه هو الهدوء. ايه هو الهدوء؟ لان ساعات بيبقى احساسنا بالهدوء، وسامحوني في الكلمه، يعني الانسان البارد ده شعره، فساعات نتوقع ان الانسان الهادي ده انسان بارد أو إنسان مش متحمل المسؤولية أو إنسان مش حاسس باللي إحنا بنحسه. لكن الآباء الحقيقة يوصفوا كده الهدوء، يقولوا كده الهدوء صفة جميلة يتصف بيها الإنسان الروحي. يعني الإنسان الروحي حقيقي هو إنسان هادي. لو النعمة كده عليه باينة، البشاشة كده موجودة في وشه كده بشوش، فالواحد يبص له كده يستريح. فهو كده يقول لك كده الإنسان الهادي هو إنسان روحي. يقولوا الآباء كده يبتدي من القلب، الهدوء يبتدي من القلب، يوصل للأعصاب، للفكر، للعقل، ويبتدي يتوزع على بقية الجسم. يعني يبتدي منين؟ من القلب. لو أنا القلب بتاعي فيه اضطراب، فيه خوف، فيه قلق، فيه حاجة تقلقه، خلاص مش هيبقى هادي. هيبقى هادي إزاي؟ فهي بتبتدي من القلب. والحقيقة الهدوء بيبتدي من الإنسان من جواه مش من بره. يعني ساعات الناس تيجي تقول أنا سبب المجتمع اللي أنا فيه خلاني، لا، المشكلة بقت عندك من جواك بتطلع لبراك، من جواك تطلع لبراك. لكن الحتة البيئية والحتة الجو ده، لو انت مش هادي بطبعك، مش انت بتحاول تكتسب هذه الفضيلة، يعني هتتغير بسرعة يعني. لكن الانسان الهادي لو حطوه في اي مكان ولا تحسوا بيه خالص يعني، طبعا مش احنا، طبعا يعني احنا الناس كلها بتحس بينا يعني، تسمع صوتنا يعني. تعالوا نعرف كده الانسان الهادي، يعني بعد كل الكلام اللي احنا قلناه ده، تعالوا نقول مين هو الإنسان الهادي؟ هو إنسان يحمل في داخله صفات مبهجة مفرحة. إنسان يحمل في داخله صفات مبهجة مفرحة. يحاول، بيحاول، بيجاهد، إنسان عادي جدا جدا بيجاهد إنه يعيش في سلام وحب مع من حوله. يستطيع أن يتحكم في نفسه ويضبط نفسه. هقوله تاني. مين هو الخادم الهادي؟ معلش احنا عشان بنكلم قدام فهحط كلمة خادم، لأن طبعا أنا صورة المسيح، أنا اللي بخش البيوت وبفتقد، أو أنا في الفصل في مدارس الأحد، أو أنا في وسط العالم وعارفين عني إن أنا خادم، فبيبقوا حاطين كده عليا يعني شرطتين كده، خادم بشرطتين. ليه؟ عشان لازم يكون فيا التعريف ده اللي الناس بتدور عليه بره. الخادم الروحي هو إنسان يحمل في داخله صفات كثيرة جميلة مبهجة مفرحة. يحاول أن يعيش في سلام وحب مع من حوله. يتحكم في نفسه، يضبط نفسه. والحقيقة الآباء يقولوا حاجة جميلة قوي، إن ده قدام ربنا ثمنه كبير قوي قوي قوي. يقولوا كده الآباء، هو قدام الله كثير الثمن. الشخص الهادي ده ربنا بيحاول يشجعنا بس عشان نكون هاديين. طب تعالوا نتعرف على صفات الخادم الهادي. صفات الخادم الهادي، طبعا هنطلع من التعريف للصفات بتاعت الخادم الهادي، بس انا هقول لكم آية انا قريتها في اشعياء واكيد كلنا عارفينها يعني. آية صعبة قوي يعني، هي اخرها يعني صعبة قوي قوي يعني. فأشعياء يقول إيه؟ أشعياء 30:15، لأنه هكذا قال السيد الرب قدوس إسرائيل، بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم، فلم تشاءوا
انتوا مش عايزين. احنا يا رب مش عايزين؟ انتوا مش عايزين تعيشوا حياة الهدوء، انتوا مش عايزين تتعاملوا بهذه الطريقة، انتوا مش عايزين تعيشوا هذه العيشة. طب ليه يا رب؟ تعالوا نشوف الصفات بتاعة الخادم الهادي ده. هما التلات صفات الحقيقة، طبعا ممكن يكونوا كتير بس جمعناهم في ثلاثة. أول حاجة في صفات الخادم الهادي، وديع. وديع، الوداعة كده صفة أساسية فيه. ربنا يقول لنا كده: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. فأول صفة في الخادم ده إنه يكون وديع، يكون بشوش، يكون حبوب، ما بيشيلش من حد، ما بيعرفش يكره، بيتعامل مع كل سواسية. هو ربنا قال لنا كده، هو مثلنا الأعلى: تعلموا مني لأني وديع. فأنت لو عايز تكون وديع هتروح تشوف ربنا يسوع المسيح وتحطه مثل أعلى وتحاول توصل له. لأن ربنا الحقيقة كل حاجة كان بيعملها مش هو عايزها، لكن هو كان بيعملها علشان إحنا نتعلم. صلاة، أعداد خلوة، كل حاجة كان بيعملها ربنا هو كان بيعملها عشان إحنا نتعلم منه. فأنا عايز أتعلم الوداع. تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. فالوداع دي صفة مهمة جدا، ودي صفة الحقيقة من ثمار الروح القدس جوايا. فأنا لو روح القدس شغال جوايا هلاقي الصفة دي هتطلع بسرعة قوي، هتظهر بسرعة، هتبان بسرعة. الإنسان الوديع ما يبقاش مضطرب، ما يبقاش قلقان، ما يبقاش خايف. ليه؟ هو متكل على ربنا، هو متكل على ربنا، هو عامل الدور اللي عليه وواثق اللي مش هعرف أعمله أنت هتعرف تعمله يا رب. سامحوني، عايز بس يعني أعلق تعليق صغير. ساعات كده أنا بقعد أفكر وأنا بقول لربنا لتكن مشيئتك، بقولها له إزاي؟ لتكن مشيئتك ولا يعني عايز أعديها، عايز أجري فيها؟ ليه؟ الحقيقة الثقة والإيمان اللي موجودين جوايا هما اللي هيخلوا الوداعة دي تبقى موجودة جوايا. لو أنا ما عنديش ثقة وما عنديش إيمان مش هبقى وديع، مش هحس بالوداعة، مش هبقى هادي من جوه، مش هعرف أكون هادي، فبالتالي مش هعرف أكون وديع. تاني صفة، متواضع القلب. تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. فعلا تلاقوا الإنسان الخادم الهادي ده لو متواضع جدا. ليه؟ لأنه هادي، مفيش حاجة بتوتره ولا بتقلقه. يعني أنا بتوتر وبقلق بسرعة، يعني أنا ممكن أتأخر على الناس، بس لو حد أتأخر عليا أبقى متضايق قوي، يا ما أحبش حد يربطني، مع إن فيا عيب إن أنا بربط الناس. طب ما أنا أصلح الحتة دي عندي، هتتصلح عند الناس. فالإنسان الهادي أو الخادم الهادي متواضع القلب. عشان كده قلت لكم الهدوء بيبدأ من القلب. طبعا طبيعي إن إحنا نقلق ونخاف، بس في واحد بيعرف يعالج نفسه بسرعة، وفي واحد بيتمادى في الحاجة دي بسرعة. يعني هحكي لكم موقف عني أنا شخصيا. يعني أنا طبعا من كتر القعدة بيبقى في المكان اللي أنا ببقى قاعد فيه بهادي، ويعني جو حلو وجميل وهادي روحيا، ويعني بروح البيت طبعا أنا عندي عيال صغيرة، فطبعا طول يعني ما أنا موجود في البيت بقى زن ولعب وتنطيط، فأنا بتوتر وزعق ولاقي ماما هادية خالص. ايه الهدوء اللي عندك ده؟ انت مش سامعاهم؟ هي الاختلاف في ايه؟ هي من كتر ما هي قاعدة بقت الحاجة دي طبيعية بالنسبة لها، فما بتوترهاش وما بتقلقهاش لأنهم عيال أطفال. فمراتي تعمل حاجة حلوة قوي فيا: الحمد لله على السلامة، أنت وصلت البيت مش في الكنيسة، اهدى بقى. صح؟ ما هو أنا لازم أبقى عارف أنا فين، أنا بتوتر ليه؟ ما هو أطفاله لازم يعملوا كده. يعني ما ينفعش أنا أكون خادم مدارس أحد ومعايا أطفال في الفصل، طول ما أنا واقف في الفصل عمال بزعق بزعق بزعق. بتزعق ليه؟
عشان يسكتوا؟ ما هو مش هيسكتوا عشان دول أطفال، عادي طبيعي جدا. يبقى لازم أنا أشوف المشكلة عندي فين عشان أبتدي أعالجها، أبتدي أحس بيها. فالمشكلة عندي بتبتدي من جوايا، من توتري من جوايا، فمحتاج أكون عندي وداعة، محتاج أكون متواضع القلب شوية. الأنا والكبرياء يوتروني، إزاي يعملوا فيا كده؟ إزاي ما يشوفونيش؟ إزاي ما سلموش عليا؟ إزاي 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 أبقى في حالة توتر جامد؟ ليه؟ حاسب كل حاجة. سامحوني، ساعات بيبقى الشيطان بيلعبنا فيخلينا متشائمين، فالتشاؤم ده يعمل لي إيه؟ توتر من جوايا. يا ترى الموضوع ده هيكمل؟ اصل انا عارفه شكلي، انا اصلا عارف منظري، اصلا انا عارف مش عارف ايه، اصلا انا عارف ما بخشش في موضوعه بيسلك، اصلا انا ايوه خلاص. انت عارف نفسك، في حد بيتعامل معاك؟ ما هو ربنا معاك، ليه انا ما عنديش الثقه دي؟ يبقى وديع القلب، متواضع القلب، وديع الروح. تالت حاجه واخر حاجه تقفل الاثنين دول، اصل هما الثلاثه كده مرتبطين ببعض. بيسلم حياته كلها في ايد ربنا، حياته كلها في ايد ربنا، مش شايل هم حاجه. هحكي لكم بس عن واحد، يعني انا ربنا سمح لي ان انا اشيل اسمه، وهو دانيال. لما بقعد اقرا القصه بتاعته الحقيقه انا بستعجب جامد جدا، بستعجب جامد جدا جدا. يعني دانيال ده إنسان حلو وجميل جدا، بس ربنا سمح له أنه يتسبي، وربنا سمح له أنه يبقى في قصر الملك. بس يقول لك كده الكتاب المقدس عمل إيه دانيال؟ مفتاح حياته كانت كلها إيه؟ واخد قرار أن قلبه مش هيتدنس ولا يتنجس بأطياب الملك. خلاص أنا واخد القرار بتاعي، مهما انا كنت فين يا رب مفيش حاجه هتحصل. هتقدر؟ اه طبعا. انا اللي معايا واللي مسلم له حياتي انا واثق فيه. طب ده انت لسه ما شفتش منه حاجه. لا انا شفت كتير. القصص اللي بتتحكي لي في التوراه، عشان ما كانش عنده لسه الانجيل، القصص اللي بتتحكي لي دي كلها انا واثق فيه. فيبقى عنده ثقة إنه يقولوا له في أكل معينه الملك، يقول له معلش بعد إذنك بس مش ده الأكل اللي إحنا هناكله، إحنا هنطلب أكل معين. يا سلام، ده الواحد لو قاعد في فندق أو يعني في انترفيو أو في مقابلة أو أي حاجة وجم قدموا له، بص يا رب يعني هما بيقدموا لي حاجة يا رب أنا يعني أكسفهم؟ أقول لهم إن أنا صايم؟ ما هقولها يا رب وأنت هتسامحني. ساعات كتير قوي تلاقي واحد داخل كده يقول لك ابونا انا رايح شرم، وشرم ما فيهاش فول وطعميه. لا على فكره بيحطوا فول وطعميه، بس لو عايز تشوف الفول والطعميه. واحد مسلم حياته في ايد ربنا، انا ما بتغيرش، انا ما بتغيرش، مش الظروف اللي بتغيرني، مش المواقف اللي بتغيرني، مش الحياه اللي بتغيرني. تخيلوا الثلاث فتيه لما جم يرموهم في اتون النار، كان سهل قوي انهم يتراجعوا. يعني ده بيترموا، اللي كانوا بيرموهم اتأذوا وهم داخلين بمنتهى البساطة ومنتهى السلام. ليه؟ واثقين، عندهم إيمان في اللي هم بيتكلموا معاه. ما هو دول كانوا خدام وكانوا هادين، ما توتروش، ما زعلوش. دانيال لما كان بيصلي كان بيفتح القوة بتاعته، كانش بيقول لك لا انا هقفلها عشان ما حدش يشوفني، لا انا محتاج ان انا اتكلم، انا محتاج ان انا افتح، وكان يقف يصلي. والقرار نازل والقرار نازل، مهموش. ليه؟ مسلم حياته في ايد ربنا. تعالوا نشوف الست العذراء، اكتر واحده كانت مسلمه حياتها. عايز ايه يا رب؟ اللي انت عايزه، انا خدمتك، انا خدمتك. عشان كده الشخصيات دي، وهنبص لشخصيات كتير قوي، بصوا لشخصيات كتير قوي في حياتنا اللي احنا بنعيشها، هتلاقي فيهم الثلاث حاجات دول: وداعة، متواضع، مسلم حياته في ايد ربنا. هو ده الخادم اللي ممكن يكون هادي، ما يضطربش،
ما يقلقش، ما يتوترش. طب ايه اللي بيوترني ويقلقني؟ طب احنا بنتوتر وبنقلق ليه؟ معلش سامحوني يعني. اول حاجه الاخبار المزعجه، احنا عارفين الاخبار المزعجه بتقلقنا. يعني طبعا بغض النظر ان العدد جميل وحلو وزي الفل يعني، بس ممكن كان في اكتر يبقوا موجودين. ليه؟ عشان الدنيا قالت هتمطر، فخلينا قاعدين في البيت وهو اليوتيوب شغال ونتفرج على البتاع، يعني ما فيهاش مشكله. لكن ممكن كنت اجي واخد بركه اكبر وبركه احسن. فالاخبار تقلقني فتزعجني فتعطلني. طب انا مش محتاج اسمع للاخبار المزعجه، مش محتاج ان انا اتوتر. يعني في واحد كده في اول الكورونا كان كل يوم كده لازم يكلمني يديني بيان باليافطه بتاعه اللي بتنزلها وزاره الصحه. قلت له يا حبيبي انا عندي اليافطه، ما تقلقش خالص. يعني انت ليه بتوتر نفسك وتقلق نفسك؟ ده وصله، ده مش عارف ايه، لا لا لا. وفي الاخر يقول لي لا شكل الحاجه دي مش صح، مفبركينها، لا 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 لا، دي اعداد كتيره يا ابونا، دي مش عارف ايه. يا حبيبي ايه؟ اهدى، افتح كتاب مقدس، صلي، اعمل. اقول لكم على خادم حكى لي حاجه حصلت له في وقت الثوره في 2011. طبعا من كتر ما هو كان قاعد قدام التلفزيون كان هيجنن. يعني هو بيكلمني بيقول لي خلاص انا مش فاهم ايه اللي بيحصل وليه ربنا سايبنا. قلت له حبيبي خش صلي. قال لي مش قادر، يعني قعدتي على التلفزيون مش قادر ان انا اخد الخطوه دي واخش اصلي. فين وفين جه على الساعه 5 كده ولا 6 قرر ان هو يخش يصلي. بس من كتر ما هو بيصلي الشارع الناس عماله بتصوت الحقوا، ده السجون، ده الاقسام، ده الدنيا مقلوبه، دي الدنيا مش عارف ايه. وفي التلفزيون يلاقي فيه توترات كتيره جدا جدا. أخذ نص ساعة عقبال لما ابتدى يفوق وهو بيصلي. بعد ما خلص الصلاة لا إيه ولا أي حاجة، هدوء. ليه؟ لأنه فصل نفسه، فابتدى يحس إن الدنيا ما فيهاش أي حاجة. لقى برنامج شوية شباب قاعدين بيكلموا ومش عارف إيه، ولقى الشارع الناس قاعدة ومولعة كده ومتدفية وحاجات حلوة خالص. ليه؟ ما سلمش نفسه اني افضل قاعد متوتر متوتر متوتر. ليه؟ اللي حصل حصل خلاص، احنا بنشوف اللي جاي، واللي جاي ده في ايد مين؟ ده في ايد ربنا مش في ايدي انا. يبقى محتاج ان انا ايه؟ اسلم حياتي في ايد ربنا، اسيبها له شويه. احنا بنعمل ايه بقى؟ احنا بنسيبها في ايد ربنا. وهي يا رب هتعمل ايه؟ طب هتيجي ازاي؟ طب هتجيبها ازاي؟ طب لا، ما هو انت سايبها في ايد ربنا، سيبها له هو، مش بتسيبها وانت بتفكر معاه. ما هو سامحوني في الكلمه، يعني ربنا مش هيعرف يفكر وانت بتفكر. هو ربنا اداك فرصتك وخلاص، سلم له، قول له خلاص انا عملت اللي عليا، كمل انت يا رب من ورايا. يبقى اول حاجه الاخبار المزعجه، الكبرياء، انا، الانا دي تقلقني قوي وتتعبني قوي فتخليني متوتر قوي. انا ازاي يتعمل فيا كده؟ انا ازاي يقولوا عليا كده؟ انا ازاي ما يعملونيش وما يحسبونيش وما ما 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 كتير قوي. فتعمل ايه فيا؟ تخليني منزعج، تخليني مضطرب، تخليني خايف. يعني تخيلوا كده، لو انا قعدت افكر كده، الانبا موسى الاسود كده، لو فكر كده ان هو يعني انا ما شياطين عماله بتحاربني، خلاص بقى ما انا اسيب نفسي وارجع بقى للطريق اللي انا كنت فيه. ما انا كنت وكنت وكنت، او اي واحد كان ساب الطريق بس رجع للطريق الصح. لا، انا واثق في اللي انا فيه، انا واثق في اللي انا معاه. يبقى خلي بالنا من كبريائنا ومن ذاتنا. عدم الثقه، البعد عن الحياه الروحيه، الخصام، الخطيه توترني، الخطيه تتعبني، الخطيه تخليني فعلا ما عنديش ثقه، فعلا ابقى خايف ومضطرب. يعني في مره عملت حوار كده مع المعترفين عندي، اني ابتدي بس اسالهم لما بتتنرفز وتزعق. يعني الشباب الصغيرين دلوقتي يخش كده يقول لي انا اتخانقت مع ماما، انا اتنرفزت وتعصبت عليها. برافو يا، ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ من وانت صغير كده بس من الصليب، بس من الصليب. امال لما تكبر هتعمل لهم في ايه ان شاء الله؟ ليه بقى؟
ماما دخلت عليا وانا ماسك الموبايل، فخفت منها لا تشوف اللي على الموبايل. فطبعا ماما دخلت فجأة، فيبتدي يعمل ايه؟ يتوتر ويقلق. بسبب ايه؟ بسبب الخطيه. تعالوا نفكر فعلا ايه اللي ممكن يتعبنا ويقلقنا. ممكن خطايانا تتعبنا وتقلقنا. ليه؟ عشان هي بتعمل فيا الخطيه كده، بتغير فيا حاجات كتير. الشيطان يخوفني فيخليني قلقان ويخليني مضطرب، يخليني قاعد بالمنظر ده. تعالوا نقول الايه الثانيه اللي قالها أشعية، لأنه هكذا قال السيد الرب قدوس إسرائيل: بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم، فلم تشاءوا. أنا بس بحب أكرر فلم تشاءوا، لأن إحنا اللي مش عايزين. في أمثال يقول آية جميلة قوي: هدوء اللسان شجرة حياة وعوجاجه سحق في الروح. يعني الموضوع كله عايز تبتدي الهدوء، الصمت الرهيب، اقفل بقك، تكلمش، اهدى، بلاش كلام كتير يوتر ويقلق ويتعب. خلي الامور تعدي، لانها في ايد ربنا مش في ايدين حد تاني. تعالوا نشوف ازاي اقتني هذه الصفه الجميله، صفه الهدوء، وكون انسان هادي. ثلاث حاجات، ملهمش رابع، ثلاث حاجات. الصلاة، طبعا كلكم هتبصوا لي ايه الجديد اللي قلته يعني. لا، بس الصلاة باستمرار، مش الصلاة بمزاجي. لا، انا بصلي، انا بصلي، انا عندي مواعيد ثابتة بصلي فيها، فبالتالي الصلاة تخليني هادي. الصلاة تخليني هادي. عايز اقول لكم على حاجه، لو انت في وسط الشارع والشوارع كلها فيها خناقات وانت بتصلي، ولا هتتوتر ولا هتقلق طول ما انت مركز في الصلاه، وفي الصلاه مع ربنا. التسبحه تديني هدوء، الترانيم. ساعات كتيره قوي ناس تخش تقول لي انا مش بحب اصلي قوي، بس بحب اسمع ترانيم قوي، وبتحصل ايه؟ بهدى، اهدى. جميل، اسمع ترانيم. يعني مره بنت جت قالت لي هقول لك على حاجه يا ابونا، قلت لها قولي. قالت لي في مره ما كانش نفس ان انا اصلي، بس كان نفسي ان انا اسمع ترنيمه، يعني كنت تعبانه ومتضايقه. قالت لي خلصت الترنيمه من هنا، انا ما اعرفش ايه اللي حصل، مسكت الاجبيه صليت صلاه النوم ودخلت نمت. لا، حلو قوي، يبقى مفتاحك الترانيم، رتلي هتلاقي الدنيا مشيت معاك. الصلاه، الصلاة باستمرار تعطي راحة، وده حقيقي. يعني لقيت واحد بيقول لي أنا كل ما بصلي بهدى، بس بسيب الصلاة ما بهداش. قلت له صلي. طب أعمل لك إيه؟ صلي طول اليوم. قلت ما تصلي طول اليوم، ما أنت عندك صلاة يسوع. صلاة يسوع دي صلاة جميلة قوي وتهدي القلب قوي. صلاة يسوع لو قعدت ترددها تلاقي نفسك هديت خالص من كل الأفكار، من كل اللي موجود جواك، هتلاقي نفسك هديت. صلاة يسوع دي صلاة سهمية سحرية، أنا بسميها كده. ليه؟ صلاة من القلب طالعة لربنا وانت في أشد الاحتياج ليه، هتخليك هادي خالص. صلي زي ما تصلي، بس المهم انك انت تصلي. النهارده حد لقيته الصبح كده دخل بيعترف يعني، فبيقول لي معلش يا ابونا انا واقع في القانون خالص. فقلت له واقع في ايه؟ قال لي باكر دي انا بنساها. قلت له ثانيه واحده، يعني ايه بتنساها؟ بس عشان الكلمه دي بتضايقني قوي، يعني ايه بتنسى؟ تنسى تصبح على ربنا دي ازاي تيجي يعني؟ قال لي ما اعرفش بس بنسى. قلت له طب انا هتفق معاك على اتفاق، هو انت تنفع تطلع من اوضتك تنزل في الشارع وبابا وماما قاعدين بدون ما تقول لهم صباح الخير؟ قال لا طبعا، هيقولوا عليا مجنون. قلت له حلو قوي، تخيل بقى ربنا شايفك وكل شويه يقول ايه، هيقف يكلمني، يقف يكلمني ما يكلمنيش. ينفع ان انا اقول لربنا امشي بدون ما اقول له اي حاجه ولا حتى صباح الخير؟ يبقى محتاج منك بس صباح الخير، قول له بس ان شاء الله يا رب ابانا الذي. بس لازم تتكلم معاه. طول ما انا مش بتكلم معاه، طول ما انا مش هكون هادي، مش هعرف اكون هادي.
هكون متوتر وأكون قلقان وأكون واخد كل الأمور بحساسية جدا 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 جدا. ليه؟ أنا مش هادي، عشان مش بصلي، مفيش علاقة خاصة بيني وبين ربنا، دايما متوتر ودايما قلقان ودايما خايف. الخلوة الدائمة، وأنا بأكد برضو على الدائمة، عشان ساعات كتيرة قوي احنا يعني بنقدر نعمل بس مش عايزين نعمل، من كتر المشغولية اللي ورانا ومدين يعني سوري سامحوني في الكلمة، يعني مش عايز اقول مدين للعالم حق اكتر من حق. يعني انا عن نفسي جربت كده الخلوة دي مع الناس الكبيرة اللي بتعترف عندي، قلت لهم بصوا انا عندي طول الاسبوع اعملوا كل اللي انتوا عايزين تعملوه، يعني عايزين تصلوا في الاوتوبيس بتاع الشغل، عايزين تصلوا في المواصلات، عايزين تصلوا في الشارع، عايزين تصلوا ابانا الذي تصلوا في الاثناشكو، صلوا زي ما انتوا عايزين تصلوا، انا عازركم طول الاسبوع، حد اثنين ثلاث اربع خميس، اجازتك كم يوم في الاسبوع؟ يومين، حلو قوي. انا عايز تديني ساعتين يوم الجمعه وساعتين يوم السبت لربنا بس. هنقفل على نفسنا الصبح ونشوف بقى هنعمل ايه. في ناس عملتها ففهمت ان هو فعلا طول الاسبوع مشغول، هو مش قادر يعمل حاجه، بس جه وعمل. وفي واحد قال لي لا 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 مش قادر اعمل، ما انتظمتش في الموضوع. خلاص يبقى انت مش عايز. الخلوه تهديني، الخلوه تفصلني. كلنا لما بنبقى زهقانين من اشغالنا بنبقى عاملين ورقه اجازه جاهزه ان احنا بكره اجازه. ليه؟ انا خلاص تعبت، عايز اهدى. طيب ما هو محتاج تهدى، محتاج تقفل، محتاج تاخد خلوة، تقعد تتكلم مع ربنا، تقرأ بقى أي حاجة أنت عايز تقراها، تسمع اللي عايز تسمعه، عايز تقعد في هدوء وجو حلو. وإحنا بس من الصليب يعني الأماكن كتير عندنا عشان نقدر لو أي واحد فينا عايز يجي لمدة نص ساعة ولا ساعة هيبقى زي الفل. كنيسة هنا مفتوحة، بخش ساعات كتير ألاقي ناس قاعدة في أي جنب كده وقاعدين بيحاولوا يهدوا. انا لما هخرج هخرج للطوفان، بس ما فيش مشكله، هتعرف ترجع تاني وتهدى طول ما انت منظم نفسك، بتتكلم مع ربنا، طول ما انت بتقعد مع ربنا في الخلوه هتعرف تكون هادي. الانسان الروحي صفته الاساسيه الهدوء. مش حال بقى الخادم ده المفروض يعني كله هدوء. تالت حاجة وآخر حاجة القراءة النافعة، تعطي استنارة فتعطي هدوء. تلات حاجات وهو قالهم أشعياء: بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. يبقى في صلاة، في كلام مع ربنا، أنا بتكلم مع ربنا، في خلوة، في قعدة مع ربنا. تالت حاجة في قراءة، أنا بستفيد فعقلي يستنير، عقلي يكبر فأهدى شوية، هكتشف حاجات كتيرة قوي. يعني تخيلوا كده، وأنا لسه كنت بقول لأبونا شنودة امبارح لما بقرأ سفر دانيال يمكن في حتة ما باخدش مني بالها، يعني أخدتها لأول مرة، إن ربنا لما جه سلم يهوياقيم لنبوخذ نصر، قال له خد كده يلا انا هسلمك، يلا يا نبوخذ انت هتروح تاخد الشعب دول وتسبيهم انت يا رب. طب ده فيها دانيال وفيها الثلاث فتية وفيها ناس قديسين،